بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أبو جعفر المنصور حينما بويع للخلافة وذهب الناس يهنئونه بإمارة المؤمنين، ودخل عليه سيدنا مقاتل بن سليمان وكان أحد الواعظين. هنا قال أبو جعفر لنفسه: جاء ليعكر علينا صف يومنا، سأبدأه قبل أن يبدأني. فقال له المنصور: عظني يا مقاتل. فقال: أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز أنجب 11 ولدا وترك 18 دينارا، كفن بخمسة دنانير، واشتري له قبر بأربعة دنانير، ووزع الباقي على أبنائه. وهشام بن عبد الملك أنجب 11 ولدا، وكان نصيب كل ولد من التركة 1000 دينار، أي مليون. والله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق 100 فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق. وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال: تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى. تأمل، كثير من الناس يسعى ويكد ويتعب ليؤمن مستقبل أولاده، ظنا منه أن وجود المال في أيديهم بعد موته أمان لهم، وغفل عن الأمان العظيم الذي ذكره الله في كتابه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إياكم أن تفهموا أن هناك أبا يمكنه أن يحتاط لأبنائه، فكثيرا ما رأينا أناسا تركهم أهلهم أغنياء وصاروا في عوز وفاقة وفقر، ورأينا أناسا أهلهم فقراء وأفاض الله عليهم من رزقه. وذكر أن ابنة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه تبكي، وكانت طفلة صغيرة آنذاك، وكان يوم عيد للمسلمين، فسألها: ماذا يبكيك؟ قالت: كل الأطفال يرتدون ثيابا جديدة، وأنا ابنة أمير المؤمنين أرتدي ثوبا قديما. فتأثر عمر لبكائها وذهب إلى خازن بيت المال وقال له: أتأذن لي أن أصرف راتبي عن الشهر القادم؟ فقال له الخازن: ولما يا أمير المؤمنين؟ فحكى له عمر، فقال الخازن: لا مانع ولكن بشرط. فقال عمر: وما هو هذا الشرط؟ فقال الخازن: أن تضمن لي أن تبقى حيا حتى الشهر القادم لتعمل بالأجر الذي تريد صرفه مسبقا. فتركه عمر وعاد، فسأله أبناؤه: ماذا فعلت يا أبانا؟ قال: أتصبرون وندخل جميعا الجنة أم لا تصبرون ويدخل أباكم النار؟ قالوا: نصبر يا أبانا. يا ليتنا نمتلك الثلاثة، الخازن وعمر وأبناء عمر، يا رب ألحقنا بالصالحين، آمين. وعد الله سبحانه وتعالى 4 وعود في مقابل 4 أعمال، هي الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم، والذكر: فاذكروني أذكركم، والدعاء: ادعوني أستجب لكم، والاستغفار: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تأملها جيدا أيها الغالي، وتيقن أنها ستتحقق إذا فعلت الشر، فلا تحرم نفسك الخير، ومن أصدق من الله قيلا. أحبتي في الله،
الولد نعمة إذا أحسنت تربيته، فكل حسنة يعملها توضع في ميزان أبويه اللذين ربيا وعلما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في حديث يحفذ كل واحد على إحسان تربية أبنائه وتقويمهم، فيقول: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب من أين لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. فبفضل ولده الصالح ترتفع درجته بعد انقطاع عمله ويأسه من العودة إلى الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل. ويا له من استثمار، أربح استثمار. هل تحب ولدك؟ إذا كنت تحبه بالفعل فاحرص على أن تزوده بالزاد الذي يبقى لينفعه في الحياة الأبدية، لا أن تكتفي بالزاد الذي يفنى فلا يصل إليه منه شيء في الآخرة. إذا كنت تحب ولدك فحفظه القرآن، فإن الولد إذا حفظ القرآن ألبس والداه تاجا ضوءه مثل الشمس، ويكسي والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا جزاء ما قدما وغرس في ابنهما. ولعل هذا هو الذي دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن تخرج نسمة تسبح الله. ودخل أبو إسحاق على ابنه عبد الله وهو يحتضر فلقنه الشهادة فنطق بها ثم مات. فخرج على أمه فقال لها: أبشري يا أم عبد الله، لقد مات ابنك على الإسلام وجعل ثوابه في صحيفتك، فتطيبي وارتدي أجمل الثياب وأظهري شكر نعمة الله. ثم دخل حجرته وصلى ركعتين وارتدى ثوبا جديدا وخرج على الناس والبشر ظاهر عليه. وليس أبو إسحاق وحده، بل كذلك الفضيل بن عياض، حيث يقول عنه صاحبه أبو علي الرازي: صحبت الفضيل بن عياض 30 سنة، ما رأيته ضاحكا مبتسما إلا يوم مات ابنه علي. فقلت له في ذلك، فقال: إن الله أحب أمرا فأحببت ما أحب الله. والسبب في هذا السرور العجيب هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هل عرفت الآن لماذا وهبك الله العيال يا أبا العيال؟ اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.